من خلال المناظرات الخمسة اللي ذكرتها حضرتك، هل تطرقوا إلى الملف النووي الإيراني والعقوبات الغربية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ بكل تأكيد، يعني كان خصوصا السيد جليلي، يعني في زمن السيد أحمد نجاد هو كان مسؤول الملف النووي، وكذلك كان فترة من الزمن الأمين العام للمسؤول عن الأمن القومي والمعني إذن، وكذلك في الجانب الآخر كان هناك دفاعا مستميتا لما قامت به حكومة السيد روحاني، بالرغم من أنه لم تحقق المكاسب والطموحات التي وعد بها السيد روحاني ووزير خارجته السيد ظريف، أنه بمجرد أن توقع إيران على هذا الاتفاق والجوانب الأخرى لم في الحقيقة تفي لا أمريكا ولا الدول الغربية، دول الترويكا بتعهداتها. إذا كان هناك أخذ وعطاء، وكان هناك احتجاج من أنه إذا كان الملف النووي وهذا الاتفاق سيئا، لماذا الآن تريدون أن تدافعوا عنه وتستمروا فيه؟ واستمر السيد رئيسي، فدافع السيد جليلي من أنه هذا حق الشعب وهذه أموال وأرصدة مجمدة، ويجب أن ندافع دفاعا مستميتا لكي نستردها إلى الخزانة الوطنية.